فهو ليه كله يمين وكله شمال مع ان احنا مفصل الواحد. طيب هبدا اكلمكم في الهدف او السبب اللي الواحد فكر ان هو ينزل في الانتخابات ويخوض هذه المنافسه، مش هنقول معركه، المنافسه. هي طبعا البدايه بداية أحب بس أوضح عشان كان بيقال إن أنا مش موجود في مصر ودي مش مظبوطة. أنا فعلا كنت عندي عيادات في أكثر من مكان، بس دلوقتي أولا أحب أقول لكم إن أنا موجود فقط في اسكندرية لغاية 30 أغسطس، يعني قبل الترشح بشهر. فكرت فعليا إن أنا أنزل في 29 سبتمبر تحديدا، قبل كده ما كانش عندي أي فكرة علمية إن أنا أنزل الانتخابات. ولكن القصة كلها ان انا اساسا دكتور، طبعا اللي مش عارف انا دكتور تغذية، وانا رأيي ان انا اعرف، انا مش متعود اعرف كده كأن انا في الفصل كده ولا حاجة مش ظريفة او هنزل، مش متعود كده رسمي، فخليني ابقى غير رسمي. فهي القصة كالآتي، ان انا دكتور تغذية وبقالي حوالي من سنة 95 وانا في التلفزيونات على طول، ودايما بحاول ان انا اعمل توعية عن طريق ان انا بتكلم لمده 7 سنين لم تحدث في تاريخ التلفزيون المصري في صباحيه مصر، وكان الهدف الاساسي برضه التوعيه الغذائيه. ما كنتش بطلع بهدف ان انا مثلا اطلع علشان الناس تجي لي العياده زي ما الدكاتره بتعمل النهارده، وده اللي حصل من سنه 2011 اما لقيت الموضوع كله متجه لهذا الاتجاه. دكاتره بتدفع فلوس عشان دعايه انتخابيه للعيادات، بطلت اطلع التلفزيون خالص، والثلاث حلقات اللي طلعتهم مع أسامة كمال كانوا كلهم سياسية، لم تكن الموضوع له علاقة بالعيادة خالص والتغذية. النقطة اللي أحب أوضحها لكم إن أنا شرفت إن أنا حطيت القانون المصري لهيئة سلامة الغذاء، شاركت فيه بحتة كبيرة جدا، وأوريدي سجلته في الشهر العقاري. فأنا بداية فكرة ان انا ابدأ ادي حاجة للنادي ما كانتش وليدة اللحظة، بالعكس انا عندي خبرة فيها ان انا مقدم الكلام ده من سنين طويلة. ليه سلامة الغذاء؟ ما ينفعش ان احنا ناكل اكل غير ادمي، ما ينفعش ان احنا ناكل اكل ملوث، ما ينفعش ان احنا ناكل اكل لا صلاحية له ولا مصدر. تخيلوا لغاية اللحظة دي احنا ما عندناش هيئة سلامة الغذاء والدواء زي الأفدية في امريكا ولا في اي حتة في العالم، حتى السعودية تقدمت علينا جدا. فما جيت النادي بسيط لقيت ان هناك مشاكل في المطابخ. ده مش بس المطابخ، انتوا ساعات لو انتوا الطباخ نفسه ما تقدروش تقفوا جنبه من الريحه السيئه جدا اللي بتنبعث من بعض الطباخين. طب ازاي احنا لو انا مش قادر اشم ريحته ازاي ممكن اكل من ايده؟ فطبعا ده غير مقبول، الامراض اللي ممكن تنتقل الينا كثيره جدا. وبدات ان انا افكر ان انا لازم ان انا اطبق فكره هيئه سلامه الغذاء اللي انا اديتها لمصر هتطبق بصوره مصغره في نادي سبورتنج، وده يكون اول بذره ان احنا نقدر بعد كده نقول احنا نجحنا ان احنا نعمل هذا الكلام، نجحنا ان احنا نطبق فكره ان احنا بنحافظ على اكلنا. بس عشان نعمل سلامه الغذاء هي ليها مراحل. اول مرحله ان احنا لازم ندرب الناس العاملين بالغذاء ازاي يتعاملوا صح، مش فكرة رقابة تعالى امسك حرامي انت بتعمل ايه وامسكه والى اخره، ده مش ده المطلوب. لكن المطلوب اولا ان احنا نعلم الناس عشان هم ما يعرفوش ازاي نعلمك تتعاملي مع الغذاء باسلوب سليم، ازاي ان انت تغسل ايدك، ازاي ان انت تقطع الخضار في حته واللحوم في حته، مش كله يتعامل مع بعض، كل الكلام ده بتريننج. بعد كده بنيجي فكره بقى ايه الرقابة، انت بتعمل اللي احنا بنقول لك عليه ولا لا. وبعد ما نعمل عمليه الرقابه لقيناه ما بيعملش الرقابه نص ساعتها بنبدا نوقع عليه العقاب. فهو ده الكونسبت والفكره بتاعت هيئه سلامه الغذاء اللي احنا عايزين نطبقها في النادي عندنا. ده الجزء. الجزء الثاني، احنا نادي ايه بالظبط؟ احنا نادي اجتماعي ولا نادي رياضي؟ يجب ان نسال نفسنا هذا السؤال. هنفترض ان هو اجتماعي رياضي. طبعا ده مش واقعي يؤسفني اقول لكم، لكن هنقول اجتماعي. طب ايه النشاطات الاجتماعيه اللي بتتعمل عندنا في النادي؟ ازاي نجذب الناس اللي هي بتقعد اكبر اوقات فيها؟ ازاي يبقى عندهم عنصر جذب؟ دي مهمه جدا، لازم نفكر في هذا الموضوع. نشاطات مختلفه وتبقى فيها نوع من الجذب والثقافه والتثقيف، واحنا المفروض مجتمع راقي مش كده؟
يبقى احنا من باب اولى ان احنا نبدا نهتم بالنادي بتاعنا اجتماعيا بشكل معروف. فلو احنا بنهتم ان احنا نتواجد في النادي فترات طويله هناكل ونشرب فيه صح؟ ناكل اكل نظيف ولا مش نظيف؟ ده نمره واحد. طب مش من حقنا كمان ناكل اكل هيلثي صحي؟ مش بقى سيبك النظافه ده جزء، لكن الاكل الصحي ده جزء اخر. يبقى على الاقل يجب ان يكون في مكان واحد في النادي عندنا بيطبق ويدينا اكل صحي. بس خلي بالكم عشان ممكن واحد يجي يقول لي على فكره محل فلان الفلاني فتح. لا مش ده اللي انا عايزه، انا عايز محل يتفتح باداره النادي. ليه باداره النادي؟ علشان يبقى الفلوس اللي فيها ما كنتش ساندوتش ب 40 و 50 جنيه مش كده؟ يبقى اقدر ان انا اتحكم في السعر عشان هقعد فترات طويله في النادي واغلب ايام الاسبوع يبقى لازم الفاتوره اللي انا هدفعها تبقى معقوله. ومن هنا جت فكره لازم اعمل مطعم صحي. حاجه ثانيه عايز اقولها لكم، لو انا افترضنا ان حضرتك جيتي قلتي المطعم الفلاني ده فتح بكره امبارح وده بيقدم اكل صحي، عرفتي من فين انه اكل صحي؟ ما عندناش رقابه زي ما قلت لك لسه من اول. لو هو مش مكتوب في شرط من شروط العقد ان انا هاخد الاكل بتاعك وحلله، ولو لقيت الكلام ده مخالف للي انت قايله، ده لو انت قايل اساسا هقفل لك المحل ده مش موجوده، فيبقى انا مش هثق في اي حاجه انت بتقولها لي. ده نمره اثنين. نمره ثلاثه، لو احنا نادي رياضي مش في المفروض في النادي الرياضي ده 18 لعبه مختلفه، كل لعبه محتاجه برنامج غذائي يختلف عن اللعبه الاخرى. انا الحمد لله معلومه عايز اقولها لكم كلكم، ان انا شرفت ان بطل العالم في السباحه كان بيمارس معايا التغذيه واستطاع اللي هو مروان الجماش ده واحد. مصطفى جمال اللي هو لسه واخد بطوله، جمال لسه واخد بطوله امبارح برضو الحمد لله ماشي معايا. واحده اخرى من المرشحين بطله العالم في السكواش برضو كانت ماشيه معايا. يبقى عندنا رياضتين مختلفين سباحه وسكواش، واستطاعوا ان هم بكفاءتهم يوصلوا لابطال العالم بالغذاء السليم. عشان كده كانت المقوله اللي نزلت قال لك ايه؟ العقل السليم في الجسم السليم، الجسم السليم مش هيجي غير باكل سليم واكل صحي. فدي الجزئيه اللي انا جيت قلت يبقى انا لازم النهارده اتواجد واحط برامج غذائيه، مش انا تحت اشراف ايش، انا هيبقى الهاد بتاعي كونسبت ان يجيب ناس مختلفه تمارس او هيئه مجموعه دكاتره التغذيه هتشرف على غذاء ال 18 لعبه المختلفه. وزي ما قلت في الاول كل لعبه بتبقى محتاجه غذاء مختلف. فده الجزء الثالث اللي هو كل ده ليه علاقه بالشغل بتاعي. فبالتالي طبعا هيجي واحد يقول لي طيب الشغل بتاعك ده انا ما شفتش منك حاجه، يعني انت بتتكلم لي على الجزء ده، طب النادي في حاجات اخرى، في انشطه اخرى وممكن اقعد طبعا وانا واقف هنا. فايه الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن نعملها؟ يبقى لازم نفكر في حاجه اخرى. الحاجه الثانيه اللي فكرت فيها ان هناك مشاكل عديده لقيت الناس كلها بتشتكي منها، اللي هي الاشتراطات اللي بتتعمل كل شويه والناس بتدخل ناس جدد والنادي اساسا مش مستحملها. فجيت افكر طب ازاي نقدر نخرج بهذا الكونسيبت بهذا المكان؟ فبدات الاقي ان افضل حاجه ان احنا ممكن نعملها عشان نخرج من هذه المعادله ان يجب ان يكون هناك اداره تنميه موارد. هذه الاداره وظيفتها ازاي نجيب فلوس لهذا المكان؟ ومش لازم نجيب ناس من بره، احنا عندنا بسم الله ما شاء الله 100,000 عضو مش كده؟ بعائلاتهم يعني، وفيهم كفاءات كثيره جدا، ولادنا اللي هم اوريدي لسه متخرجين ولسه في الجامعات، دول طبعا تالنت احسن مننا بكتير، ليه ما نستعينش منهم ان هم يبداوا يدينا افكار خارج الصندوق نزود موارد النادي؟ من ضمن الافكار هقول لكم فكره بسيطه جدا، انتوا عارفين ان الاعلانات اللي موجوده داخل النادي اللي هي مأجراها الاهرام بتدفع 1,200,000 جنيه في السنه. الايه؟ الساينز اللي موجوده جوه النادي. طيب الساينز دي 90% بيأجروها اعضاء النادي عشان يعملوا دعايه لاهل النادي. طب مش من باب اولى نجيب هيئه مننا احنا بدل ما نأجرها ب1,200,000 ممكن نأجرها ب 12 مليون جنيه؟ يبقى احنا زودنا 10 اضعاف الدخل بتاع النادي. ده مجرد ان احنا جبنا هيئه تنميه الموارد اللي انا لسه قايلها لكم من دقيقه، بدل ما اجرها لمؤسسه واخد 1,200,000 بس، انا اللي هاجر. هي ايه المشكله؟ احنا بنعمل ساين، احنا بنأجر يروح للنادي للاداره دي، هنأجر البتاع دي قد كده اتفضل، يبقى انا هدي الفلوس مباشره. الساينز اللي بره قطاع النادي ماشي انا معاكم عشان هم عندهم زباين اصلا.
اللسه بتاعتهم اكتر مش معايا، لكن يبقى على الاقل داخل النادي احنا اللي نستفيد منها واحنا اللي نقدرها بنفسنا. ده جزء. يبقى اقدر ازود موارد النادي. طب لما ازود موارد النادي هعمل بيها ايه؟ هحل بقى المشكله الثانيه اللي انا جاي لها لكم فيها. ايه هي المشكله؟ مشكله الفلوس. ما عندناش مدربين كويس، ما عندناش ملاعب، عايزين نطور النادي، الكرسي مكسور، هنجيب الكلام ده من فين يا جماعه؟ خير لو عندنا فلوس. يبقى تنميه موارد النادي دي من ضمن الحاجات المهمه جدا يجب ان نتكاتف كلنا عشان نعملها. طيب عملنا هذا الكلام، بدانا ننمي موارد النادي، عايزين نشوف مشاكل اخرى. ايه المشاكل الاخرى؟ هتيجي تقول لي الاعضاء الجدد، ما مش عارف ايه اعضاء جدد، خلاص مش بقى عندنا فلوس هندخل. ايه الحجه اللي المجلس الاداره لو افترضنا احنا وفقنا هنقولها لكم عشان ندخل اعضاء جديد؟ مفيش عندي حجه. خلاص خلاص عندك فلوس، الفلوس مش هتيجي من كده بس. ليه احنا النهارده ما نبداش نادي سبورتنج يبدا يشتري ارض في الساحل الشمالي ماشي، والارض دي يحط فيها فيلان ويبيعها؟ واحد هيجي يرفع ايده ويقول خلي بالك هيبقى فيها فساد، هتبداوا بقى تكوسوها وتدوها لبعض مش كده؟ ده اللي هيجي في مخنا. هروح رادد عليكم ان في مثلا الدبلوماسيين بتعمل حاجه في منتهى الذكاء، ان هي بتيجي تقول انا عندي 200 فيلا، اللي هيروح يودع فلوسه في البنك الفلاني لمده من يوم كذا، خلاص هو اللي ليه اولويه الحجز. يبقى اي واحد فينا هيروح البنك من 6 الصبح يروح يودع الفلوس، اول 200 واحد حجز خد خلاص الوحده، ما تقدرش بقى تقول لي فيها فساد، خلاص ما تقدرش تقول فيها محسوبيه، عشان حتى لو بتوع الاداره عايزين يعملوا حاجه مش هيقدروا. فيبقى هناك وسائل اخرى نزود مواردنا، وفي نفس الوقت نخرج بره فكره ان حد يتهمنا مستقبلا او حاليا انتوا بتعملوها لنفسكم. نفس الفكره الشكاوى اللي جات لنا بالنسبه للفندق. هي المصيف بقى هرد على حضرتك، المصيف بتاع مطروح الناس كانت بتشتكي من نفس الفكره، بيقول لي نفس الناس بتقدر كل سنه. والله انا بقول لك اللي وصلني، انا بقول لك اللي وصلني. لا لا على طول بدفع واقعد واستنى اسمي يجي. في ناس كانت بتاخد مثلا كنت بقول انا ساعات ممكن يكون حاجات مختلفه، السنه اللي فاتت ما خدوش ولا شيء. يعني في سنه وعلى فكره في سنه كان الاول زمان ايام الساعه 6 الصبح. ايوه كان بيحصل ان الناس بتيجي مش عايزين اسامي، الناس بتيجي بتحجز لنفسها من 6 الصبح مين هيجي فينا. دلوقتي بتدفع وفي يوم للقرعه وبتبقى موجود من اول دقيقه، والقرعه العيال صغيرين هم اللي بيشوفوه مش حد بيتابع. الحاجه الثانيه اللي انا برضو عايز اقول لكم ان انا ان شاء الله ناوي ان انا اعملها، ان احنا اولادنا بيلعبوا العاب كتيره في النادي، العاب مختلفه، في اللي هو الالعاب اللي هي هنفترض ان هي جماعيه، في العاب المارشال ارتس والحاجات دي كلها، ففكره الاصابه مرتفعه جدا مش كده؟ طب مش يبقى من باب اولى بدل ما ابني او ابن حضرتك يصاب ونبدا نعملين زي المسريع مش عارف نودي ابننا فين، نجري في انهي مستشفى بسرعه تطلع ولا عمل؟ أليس من الضرورة أن يكون في وحدة في النادي مجموعة عيادات، مش عايز أقول لكم كل العيادات، العيادات الأساسية اللي هي تديني العلاج الأولي الأساسي اللي أنا لازم ابني ياخده، ده نمبر 1، إن هو لو افترضنا بعد ما أخذ العلاج ده أنا حبيت أوديه أي مستشفى، هوديه وأنا مرتاح، مش أنا لسه مش قادر أفكر أنا بارالايز أروح هنا ولا أروح هنا، ده حاجة تانية. نمرة 3، تخيلوا إن إحنا إن لو واحد النهارده بيجي مثلا أصيب وعايز بعد كده يعمل تأهيل بيسفروه القاهرة عند واحد اسمه سامح ظلام على ما أظن الاسم دكتور سامح ظلام، عشان ما عندناش في اسكندرية مركز تأهيل. هل يعقل هذا الكلام؟ طب ليه إحنا في النادي ما نعملش عيادات، مجموعة عيادات للإصابات الملاعب؟ ده نمبر 1. تأهيل الطبي نمبر 2، تتعمل على المخرج على ناحية الشارع علشان يبقى ده هاب، تستخدم كل تستقبل جميع النوادي الاخرى، حتى لو جبنا ناس من المانيا من اي حته على اعلى مستوى، يبقى اللعيبه هياخدوها ببلاش نمبر 1، هيعالجوا ببلاش عشان ده حقهم. انتم هتعالجوا فيه لو انتم عايزين باسعار مخفضه، والناس الثانيه اللي خارج النادي هيخشوا وساعتها هيدفعوا الاسعار العاديه. يبقى بدل ما نسفر اولادنا القاهره عشان ياخدوا العلاج اللي هم بياخدوه والتاهيل الطبي، لا لا ياخدوه هنا.
ونعمل له كمان مش بس كده، هنجيب زي شركة فاركو تعمل سبونسر وتحط اعلانات فيها فهيجي لنا فلوس، شركات أدوية أخرى وهكذا. يبقى احنا بدأنا تاني الجزء الأول اللي قلت لكم تنمية موارد النادي. اوكي دي المهمة جدا، ده من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، فدي حتة مهمة جدا. حاجة تانية، إن النهاردة فريد واحنا من مدرب المدربين الموجودين واحد جاله مثلا قلبه وقف، بلع لسانه، مش لازم ان كل 3 4 5 او 6 شهور المدربين دول كلهم يتعمل لهم دورات اللي هو لايف سيفنج. لازم يتعمل لهم لايف سيفنج، ما ينفعش نسيبهم كده، عشان لو حد منهم حصل له حاجه يبداوا يتدربوا كونتينيوسلي، ونعمل لهم مسابقات مين احسن واحد الست شهور اللي جايه ونديله جايزه عشان نشجعه. من ضمن المشاكل الثانيه اللي احنا سمعناها ان اللعيبه بتعاني من عدم التكريم. توصل لمرحله ان عندنا لعيبه واخدين بطولات لا يكرموا. طيب الحجه ايه؟ مفيش فلوس. طب ما انا هعمل حفله واجيب مش عارف اي حد، والحفله دي هروح داخلها انت هتدفعوا فيها فلوس مش كده؟ في هذه الحفله استغلها واكرم اللعيبه، ما ده ما اتكلمتش حاجه، ما هو خلاص الفلوس جت والناس جت، فاستطيع ان انا بعد كده اعمل هذا التكريم للعيبه بتاعتنا بمستوى يليق بيهم، عشان طول ما هو ما مش بيشجع ايوه ما عندوش نفس ان هو يعمل اي حاجه. التشجيع ده حاجة أساسية. أخيراً وآخر حاجة عايز أقولها لكم، إحنا بنعاني من سوء إدارة. حصل إن أنا الحمد لله الأسبوعين اللي فاتوا اتكلمت مع دكتور أيمن رجب، إن شاء الله يكسب في لو حد عنده معاناة كسب خلاص بس كده يبقى خلاص ده الديل، إن هو إن شاء الله بعد ما يكسب هيبدأ يعمل لنا هنا دورات لجميع الإداريين نمبر 1، لجميع مجلس الإدارة دوري إدارات في المانجمنت، عشان يبقى احنا مش هنتكبر ونقول احنا ما بنعملش، لا احنا كويسين في المانجمنت، لا كلنا متعلمين اوتيتم من العلم الا قليل، كلنا لازم نتعلم، وما ينفعش عشان في كونتينوس اديوكيشن لازم كلنا ناخد الكلام ده كله، عشان لما نتعلم الاداره مظبوط يبقى احنا دايما هنبقى نقدر نقدم لكم كل حاجه. اخر حاجه هقولها لكم وانا اسف طولت عليكم، انا الحمد لله شرفت ان انا كنت تبع الهيئه الطبيه للمحافظه ايام هاني المسيري، كنا 3 دكاتره وكنا بننزل قوافر على مستوى اسكندريه، عملنا حاجه حلوه قوي في ذاك الوقت، ازاي ان احنا نتواصل مع الناس، ودي حاجه تهمكم كلكم. عملنا واتساب جروب، الواتساب جروب دي دخلنا فيها بعض فئات المجتمع، ودخلنا فيها المحافظ، ودخلنا فيها كمان جميع الاحياء اللي هو رؤساء الاحياء والتنفيذيين. بقى كل واحد فينا يلاقي حاجه غلطه ومن الناس يصورها ويبعتها على الواتساب جروب. في لحظة، عارف انت معلش على اللفظ، يعني زي الكلب الراجل يجري يشيلها عشان عارف المحافظ شايف، فده اللي هنطبقه معاكم. هنبدأ نجمع ناس منكم، هنعمل واتساب جروب كبيرة جدا، الواتساب جروب دي هتبقى وظيفتها ان انتوا أي حاجة شايفينها تصوروها وتبعتوها لنا، هيبقى فيها رئيس مجلس الإدارة اللي هيكسب، هيبقى فيها اللي هو النائب، الله اعلم ان هبقى فيها ولا لا، بس هيبقى فيها الناس اللي هي موجوده بحيث ان كل حاجه ودفنت للمديرين، فاي حاجه غلط هتشوفوها في ساعتها هتتم تنفيذها عن طريق هذه الوسيله، سواء فوزنا او حد تاني فوز، فممكن ان هم الناس يبدا ياخدوا هذه الفكره ويطبقوها. يبقى انتوا النهارده الجزء بتاعكم احنا هنضمن من فين ان احنا هنشوفكم بعد ما تنجحوا، وده اللي انا كل شويه بسمعه، حتى لو ما شفتوناش هيبقى الواتساب جروب دي موجوده كوسيله تواصل ان عمرها ما هتنقطع باذن الله. وشكرا ومش عايز اسال. اسئله؟ معظم مش الدرجه دي طبعا. اي سؤال؟ عايز بصراحه بامانه مش هتتحل. الحل الوحيد اللي ممكن تتعمل، خلينا نجيب لعرايك من الاخر، لو هتاخد وعود ان هي هتحل عشان اجي اقول لك انا هحلها لك وهعمل لك وهدي لك وابني لك واعمل لك، هتاخد 3 4 سنين هيبقى المجلس روح وخلاص وانتهينا. الحل لو احنا عندنا استعداد ان احنا نعملها، حاجه واحده ممكن تعمل، هنتفق ان في عربيات هتدخل ايام وعربيات ايام ثانيه زي ما بتحصل في كثير من بلدان العالم، يعني هنقول مثلا الاثنين والثلاث والاربع العربيات الفلانيه اللي هو الاحاديه، اربع خميس وجمعه عربيات ثانيه، بخلاف ذلك والله مش هتحصل. نمره 2، يتم الاتفاق مع اوبر او كريم ان هم يدوا اسعار مخفضه للنادي لاعضاء النادي باستمرار على مدار السنه، يتزود الاوتوبيسات الموجوده، نعمل فكره القطر اللي عمله المحافظ بتاع ترام كافيه ده، نعمله بقى كلاب كافيه ونجيب الناس مين، لكن ان احنا نحل مشكله باركينج
مش لم تحدث، استحاله واللي هيقول لحضرتك غير كده فعلا هو بيقول كلام غير واقعي. حاجه ثانيه احب اقولها لكم بقى، اخر حاجه مفاجاه. مين سمع فيكم عن حاجه اسمها ايه يا منى؟ فارمز ايه؟ فارمز ماركت. فارمز ماركت. دي المفاجاه اللي عايز اقولها لكم اللي عايزين نعملها. وبدأنا طبعا نشكر فيها دكتور زميلي واخويا الكبير دكتور عماد البسيوني، بدأنا نعمل برين ستورمين فيها، ان احنا جينا فكرنا ان احنا عايزين نعمل كونسيبت مكافحه الغلاء. مهم قوي الحته دي، مكافحه الغلاء. هو حد بقى ياخد الفكره دي مني من دلوقتي، ركزوا فيها. هنعمل ايه بقى عشان مكافحه الغلاء؟ هنبدا ننزل زي مبدئيا في مرحله اولى هننزل الوكاله وهنجيب الفاكهه والخضار من الوكاله بالاسعار اللي هي رخيصه جدا، وهنيجي نحطها في المدرجات مثلا او في مكان اخر وتتعمل على اعلى مستوى كاننا بره في اوروبا. فكره برضو زوجاتي العزيزه ممكن يجيب شويه فلاورز ونباتات برضو تبدع فيها من يوم الجمعه من قبل لغايه وقت الصلاه، فيبقى انتوا النهارده الناس كلها هتقدر تروح تشتري الفواكه والخضروات باسعار مخفضه جدا. كمان الريستورانتس المطاعم كلها مع فرصه عندهم الحاجه جات لهم بعيد عندهم بدل ما يروحوا يشتروها بالفريش، تنطبق مع حته سلامه الاكل اللي انا قلتها لكم، يقدروا يشتروا فيها الاكلات دي. اللي هيفيض منها ممكن نديه لجميع العاملين ياخدوه من غير فلوس حتى، يبقى احنا كل الناس اسعدناهم، اسعدنا بتوع المطاعم هيقدروا يجيبوا اكل رخيص، انتم هتستفيدوا كلكم عشان هتاخدوا اكل فريش واقل، وفي نفس الوقت العاملين هيقدروا ياخدوا لو كان. مرحلة تانية هنبدأ نتعاقد دايركتلي مع الفارمرز، يعني الأول هناخد من الوكالة ثم بعد كده ممكن السنة اللي وراها نبدأ نتعامل دايركتلي مع المزارع زي ما بيتعمل بره، ونجيبهم ونحطهم هنا وبعد الصلاة كل حاجة خلصت، ولادنا اللي هيقفوا فيها وهم اللي هيبيعوا، وهنشجعهم إن هم نديلهم فلوس نظير الخدمة دي، ما هو هيطلع منها فلوس عشان زي ما هم بيسافروا بره ويشتغلوا يبقى برضه هنشجعهم، يبقى كل الناس استفادوا. ودي آخر حاجة عايز أقولها لكم وليها دايركت علاقة برضه بشغل اللي هي النيوتريشن تحسين. وأسئلة تانية؟ اتفضل يا فندم. حضرتك السلامة الغذائية تاخد ازاي ما بين كل العادة؟ ما بين ايه يا فندم؟ ما بين كل العادة والتاني. الثقافة الغذائية؟ كل واحد يعني حضرتك حددت له التسليم الغذائية بتاعته. تمام. طبعا أول حاجة، في حاجة اسمها البودي كومبوزيشن، بيقول لي العضلات والسوائل والدهون اللي في جسم الشخص قد ايه، وكل الرياضه بتبقى محتاجه جزء يختلف عن نوع الرياضه. انا عندي رياضه مثلا واحد بيجري مثلا سباحه 100 متر او مثلا جري 100 متر، واحد تاني الجري بتاعه بيبقى 2 كيلو، ده عايز ياخد كويك انرجي، فعايز حاجه بتمتص بسرعه وتتحرق بسرعه، واحد تاني عايز حاجه تقعد معاه ساعه في الجري بتاعه، فبيبقى محتاج الانرجي ديليد اطول، امتصاص هيبقى اطول. يبقى نوعيه الاكل نفسه اللي بياكله يبقى في حاجات عشان لا تمتص بسرعه وتخزن عشان تديله الطاقه اللي هو عايزها في المسافات الطويله. فكل رياضه محتاجه غذاء معين، زي بالظبط البنزين 80 92 و95 اوكي. فده اللي احنا محتاجينه لجميع الرياضات المختلفه، وكل رياضه بتحتاج الغذاء بتاعها اللي بيحدد اساسا من اول لحظه ان انا بعرف الشخص ده مكونات جسمه قد ايه، وزنه قد ايه، وايه الرياضه اللي بيعملها، وبيلعب الرياضه دي قد ايه الوقت الرياضي بتاعه. عفوا يا فندم، اتفضل. يعني عايز اسالك بالنسبه للناس اللي بتجيلنا زياده اوفر ويت، يعني اوفر زياده ليه؟ ست بتدور واحد مش معقول في العيش يوم يجيب هو بيدخل تيجي في النهايات مش مفروض ان من حقه يحط مامته وباباه. علي بطيشه عايزك تكون معايا في السؤال ده، مهم قوي السؤال ده. ان هو لما واحده بتتجوز عشان كل واحد طبعا اللي كنا نحب ان يكون حد اخر من الرئاسه موجود من فريق دكتور احمد ورده، ولكن بس موجود استاذ علي. دي نقطة مهمة جدا اتكلمنا فيها. أنا النهاردة اتجوزت واحدة مش عضوة. طيب أنا المفروض هنفترض إن أنا هدخلها، بس أنا يعني أنا معلش أنا عنصري شوية، أنا شايف إن هي تفضل هتبقى تدخل النادي إلى أن يتم لو حصل طلاق، لو حصل طلاق خلاص تروح بيتها وتتخذ الجنين، لكن مش هنتكلم مش هنقول كده عشان ما نزعلش الناس. خلاص هي اتجوزت وانضمت لعضوية جوزها. ماشي. لكن بقى ولا أهلها
تخشهم بكارنيه بحاجه زي ما اقول لك ايه يعني مخفضه، عشان مش معقول ان هي كل شويه برضه هتدفع، يعني مش معقول ان هي كل شويه هتدفعها من التذكره العاديه. ولكن زي ما كان بيتعمل عضويات اللي هي بتاعه الرياضيه والى اخره، هيتعمل نوع من العضويه ان امها وابوها وخالها العيله بتاعتها هتدخل باسعار مخفضه، بس ان هي تدخل بس كده وخلاص وكلهم ينضموا ويبقى بيرمننت، لا دي سنه اكسبتد من وجهه نظري. بس انا بالاخر انا عضو واحد صح، والمجلس فيه سته فوق السنه وثلاثه تحت السنه واثنين مش عارف فوق ايه والى اخره، غير لو احنا عملنا من هنا ورايح اتفقنا ان احنا كلنا يبقى وان يونت، نعمل لهم اعتصام بقى وواحد بس ممكن يغير كلام المجلس. مفيد؟ ما تسجلوش الكلام ده. اتفضل. دكتور طارق، كان بالنسبه للفرق الرياضيه كان بيبقى لينا وجبات رياضيه، كان زمان كتير وكانت وفيره ومغذيه. تمام. الوجبات الرياضيه اليومين دول انا بستخدمها حاجه ضعيفه قوي ما تنفعش للرياضه. حضرتك تقصد وجبه غذائيه تقدم، وجبه غذائيه تقدم للناس فري اوف شارج؟ فرق. للفرق؟ ولا برنامج ولا وجبه؟ باجي مثلا، انا باجي صوت الشباب او باجي مطعم، انا مثلا فريق نادي بندرس، فريق بندرس يبقى ليا وجبه مثلا اللي هي مثلا عادي بتاع 25 جنيه وخلاص من 8 جنيه 7 جنيه. انت تقصد وجبه مخفضه. مهمه جدا ان انا سوري انا اسف انا هجاوب على حاجه قبل دي. بصوا يا جماعه، في حاجه عندنا في الطب في التغذيه تحديدا، في حتى تاكتكس بيستخدموها عشان يمانيبيليت المايند بتاعنا. احنا مخنا ما يقدرش يفكر في حاجتين في نفس الوقت. المخ كان نوت ثينك اوف تو ثينجز، يعني انا بتكلم في التليفون مش هقدر اكلم حد تاني، انا بس ممكن يبقى عندي القدره الرهيبه السريعه ان انا اوقف هنا واركز مع التاني وارجع، لكن اي كان ما اقدرش افكر في حاجتين في نفس الوقت. المصيبه اللي بتحصل ودي لازم فورا تقف، المهزله دي، ان ما ينفعش ان اللعيبه عند الملاعب يبقى فيه الاكلات الفاست فود اللي بتقدم لهم دي خالص، ما ينفعش. نو واي، ده اتس سيم كرايم احنا بنعملها عند اولادنا. ليه؟ هو لعب الرياضه وميت من الجوع. عايزين تفكروا ان هو ساعتها هيفكر في هيلثي فود؟ نو واي، فاستحالة دي تتواجد. عايزين تحطوها حطوها في حتة تانية، لكن ما تسيبوهاش قدامهم. قدامهم في الحتة اللي هم فيها لازم يبقى أكل صحي، وده اللي احنا لازم نحارب عليه ونصر عليه سواء موجودين أو مش موجودين في المجلس. دي نقطة، أنا آسف بس أنت فتحت نقطة أخرى. فالنقطة التانية اللي أنت كنت بتكلمني فيها إن وجبات الرياضيين طبعاً هي صعبة وسهلة. ليه؟ أنا لسه قلت لك كل رياضة محتاجة أكل معين، فهنختار وجبه الرياضيين بناء على ايه؟ ما اقدرش اقول لك وجبه التنس، وجبه الاسكواش، وجبه السباحه، ويعني دي هتبقى صعبه ان هي تتعمل بهذا الشكل. ولكن ممكن ان احنا طبعا اما هنبدا الاجتماع الاول هنجيب دكاتره بتاعت نيوتريشن، هنجتمع كلنا وهنبدا نفكر ازاي ان احنا نقدر نطلع موديل يتناسب مع الاغلبيه في هذا الكلام. فدي ديفنتلي عليها تتعمل وتبقى باسعار مخفضة، ولو في مشاكل في السعر فممكن نجيب شركة زي ما قلنا تاني تنمية الموارد، شركة من الشركات هتحط اللوجو أو الساين بتاعها بحيث إن هنقدر نبيع الوجبة دي بأسعار مخفضة. ممكن تبقى شركة أدوية، ممكن تبقى شركة غير أدوية، شركة مقاولات، واتفر، يبقى هي هتدفع فلوس هتدعم هذه الوجبة لصالح اللعيبة في نظير إن هي الوجبة دي هتبقى وجبة الرياضيين. سؤال؟ انا عاوز اقول كومنت، مش سؤال يعني. انا نفسي ان بعد كده مجلس الاداره يبقى تخصص. بمعنى ايه؟ لو احنا افترضنا ان ناس زي بتاعنا ده في مشاكل اجتماعيه، مشاكل رياضيه، مشاكل في التغذيه، مشاكل اداريه، مشاكل بنيه تحتيه، يبقى انا البوست بتاع التغذيه مثلا او مشاكل التغذيه يترشح فيه واحد زي طارق رضا مثلا، لان هو ده الشخص اللي هيفهم في هذا الموضوع. البوست بتاع من السته اللي بترشحوا في مجلس الاداره، البوست بتاع المشاكل الرياضيه لازم واحد رياضي اللي يمسكه، المشاكل الاجتماعيه لازم واحد يكون عنده فكره عن هذا الموضوع. انما قصه ان المرشحين كلهم ينزلوا وكل واحد يفكر في البروجرام اللي هو هيقوله وبيفتي بردون في الكلمه في كل حته، انا
هعمل في المشاكل الاجتماعية كذا، أنا هعمل في المشاكل الرياضية كذا، أنا هعمل في المشاكل الإدارية كذا، بأمارة إيه؟ لا هو حضرتك بيعمله كذا. بأمارة إيه؟ أنت هتفهم منين؟ أنت هتفهم منين في دي ودي؟ أنا بحترم الجزء اللي حضرتك اتكلمت، كل كلمة أنت اتكلمتها في المشاكل بتاعة التغذية اللي هي بتخصك، اللي هي بتمثل كم كبير جدا. يعني احنا كلنا بنيجي النادي عشان نتفسح ونشم هواء ونلعب شويه رياضه ونلف تراك، وفي الاخر في الغالب بناكل. فده عامل مشترك فينا كلنا. فاذا انت مسكت هذا الاسبكت بان انت راجل متخصص فيه وحاولت ان انت تساعدنا فيه بالصوره الجميله اللي انت بتقول فيها ده، يبقى ده يعتبر نجاح بالنسبه لك وفايده بالنسبه لك. انا بقصد بقى ان الاعضاء كل واحد ينزل يفتي في دي ويفتي في دي ويفتي في دي ويفتي في دي وهو مش كواليفايد اساسا عشان يفهم. يعني انا قعدت سمعت كذا حد بيتكلم مسك الاسبكت ده والاسبكت ده والاسبكت ده. طب انت عارف ايه؟ انت ايه تخصصك او ايه خبرتك اللي تقدر تتكلم من كده؟ انا حبيت بس اضيف الحته دي وربنا يوفقك. شكرا شكرا. اي اسئله ثانيه؟ نسحب من كده ان نروح. انت الحمد لله. شكرا شكرا جزيلا.